مرحبا وعداد من هلا وكبا عدى من قطع باب البيت الحرام عدى من قطع باب البيت الحرام أتمنى لهم التوفيق من الله بس أتمنى من التوفيق وتوصيهم على بعض وتوصيهم طبعا على بعض زي ما كنا موصينا من أول وإن شاء الله أنهم قدم مسؤولية تم التسجيل والمونتاج في استوديوهات مؤسسة النوب للإنتاج والتوزيع الإعلامي بجدة. كثيرة هي لحظات الفرح التي نمر بها، ولكل منها طعمها الخاص ولونها المميز. ومثل هذه اللحظات بالتأكيد هي لحظات لا تنسى، وتعد من أجمل وأحلى ألوان الفرح التي ننتظرها ونسعى إليها. وعندما نتذكر أجواء جدة في هذا المساء المطرز بالجمال نتذكر بكل الحب الكثير من الضيوف الذين جاءوا وهم مدججين بالحب وبالكثير من عبارات التهاني. أدعي الله سبحانه وتعالى أن يتم على خير ويوفقهم ويضرهم ذرية صالحة، ونقول الله يوفقهم إن شاء الله ويجعل حياتهم سعيدة إن شاء الله. هم أخواني قبل كل شيء، وأنا جدا فرحان اليوم أني أفزع لهم وأكون معهم في يوم زي هذا. ويسر لهم أمورهم إن شاء الله ويتمم لهم على خير ويعيشوا في سعادة ونبات ويخلفون، وحن مرون باللي مرينا فيه الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ لهم زوجاتهم إن شاء الله. لكن أتمنى لهم السعادة ويرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله. الله يوفقهم إن شاء الله ويبارك بارك الله لهما وجمع بينهما على خير إن شاء الله، ونتمنى لهم الذرية الصالحة والله يسعدهم في حياتهم. مؤسسة النوب للإنتاج والتوزيع الإعلامي تقدم محلاها الليلة. السعادة وشوف القمر جالس هنا أكيد تحرى. اقبل 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 عسى تقبل عليك السعادة وشوف القمر جالس هنا أكيد تحرى. سبحان من سوى عروسك وسواك.